أحمد ملخص المشهد الآن، نتنياهو ماذا قال خلال الساعات الأخيرة مع قادة المنظومة الأمنية في إسرائيل؟ تلقى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية إجازة أمنية من قبل وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت وأيضا من قائد الجيش وقائد المخابرات الإسرائيلية، وذلك شرح ملابسات هذه العملية التي قال بعد ذلك بأنها عملية قاسية جدا، ولكنها في نهاية المطاف سوف يتم الرد عليها، ولن يكون هنالك فقط مجرد ردود أفعال، ولكن يجب أن يكون هنالك أيضا العمل على رفع حالة الترهب في منطقة الضفة الغربية. بنيامين نتنياهو شدد على أهمية أن يكون هنالك يقظة تامة عند القوات الأمنية الإسرائيلية، وقال بأن أي أحد يظن بأنه يمكن أن يعتدي على الأمن الإسرائيلي سوف يتم عليه الرد وسوف يتم تحييده. وهذا في نهاية المطاف جزء لا يتجزأ أيضا من ردود الأفعال عند عدد من الوزراء. على سبيل المثال وزير الأمن القومي بن غفير أعلن أنه يجب أن يكون هنالك عملية داخل مناطق الضفة الغربية، عملية عسكرية واسعة، وليس فقط العمليات الجراحية المتوسطة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي أو حتى العمليات السريعة التي يقوم بها في مناطق مخيم جنين وأيضا في البلدة القديمة في نابلس. هذا طبعا جاء أيضا زيادة على ما قاله سموتريتش منذ أمس وزير المالية الإسرائيلية الذي طالب أن يكون هنالك عملية واسعة. سموتريتش نفسه كان من المفترض بأنه يريد الذهاب إلى مكان العملية، ولكن نصح من قبل الأمن الإسرائيلي بعدم الذهاب إلى تلك المنطقة، وذلك خوفا من تأجيج الموقف الأمني وأيضا التعطيل على القوات الأمنية الإسرائيلية التي ما تزال في حالة البحث والتحري والتحقيق. نعم، هناك مطالبات كانت لبن غفير بشن عملية عسكرية واسعة، طبعا طلب بتجديد سياسة الاغتيالات في الضفة الغربية، استمرار سياسة هدم المباني وترحيل عائلات منفذي العملية، وضرورة إعدام منفذي العمليات. يعني ما يقول بن غفير اليوم هل هو التعبير الحقيقي عن سلوك الحكومة الإسرائيلية اليوم قبل الغد؟ بلا شك أن هنالك خلافات، يعني هنالك جزء من الحكومة الإسرائيلية يطالب أن يكون هنالك عملية عسكرية واسعة، كإيتمار بن غفير، كسموتريتش وغيرهم من الوزراء عموما، حتى ليسوا من ولاة التشدد، ولكن هذا هو جزء مهم داخل الحكومة الإسرائيلية. هنالك جزء آخر مثل صحيح نجدي رئيس مجلس الأمن القومي الذي يرى الأمور بمنظور مختلف، والذي يقول أنه يجب أن يكون هنالك إعادة نظر في هذه المسألة، وأن يتم ترك هذه المسألة عند الجيش الإسرائيلي وتقييم من المخابرات الإسرائيلية أكثر من أن يتم القفز إلى الاستنتاجات والتجربة العسكرية وإلى الحلول التي يمكن أن يقدمها المستوى السياسي. المستوى السياسي في إسرائيل يمكن أن يعطي الضوء الأخضر، ولكن لن يقود هذه العملية، ولغاية الآن المنظومة العسكرية الإسرائيلية لا تتحدث عن عملية عسكرية واسعة. ولكن استمرار الضربات، أمس كان في جنين، اليوم في منطقة جنوب نابلس شمال رام الله، إلا ربما الأيام القادمة سوف نشهد المزيد من العمليات، وهذا جزء من دائرة مستمرة. في الوقت الذي سوف تصل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف إلى المنطقة، والتي تريد أن تتحدث عن الاقتصاد، عن التعاون بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل، حول إعادة منظومة الأمن الفلسطيني داخل مناطق ألف، ويبدو أن المجتمع الدولي يتحدث في واد، وعلى الأرض الأمور مختلفة تماما. نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل الغد، كنت معنا من القدس المحتلة أحمد البوديري.